ولكن للمزيد من التحليل ينضم إلينا من نابلس سيد نصر أبو جيش، منسق لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس. سيد نصر، أهلا بك معنا على شاشة الغد. يعني كما نرصد عملية اقتحام قوات الاحتلال لنابلس، هذه العملية من الاشتباكات والمداهمات والمحاصرة، حركة تجارية كانت نتيجة لذلك ارتفاع في عدد الإصابات، إذن هي عملية ثقيلة بالصواريخ التي تطلق تجاه المنزل المحاصر. كيف ترى هذه العملية وما الرسائل منها؟ يعني هذه العملية العنصرية الاحتلالية على مدينة نابلس في ساعات هذا الصباح هو دليل واضح أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تحاول دائما فرض الواقع وقتل أبناء الشعب الفلسطيني. اليوم قوة كبيرة جدا من الجبهات العسكرية وهي الآن تطلق الغاز وقنابل الصوت والرصاص علينا باتجاهنا كمواطنين، وتطلق الرصاص الحي وكل أنواع السلاح تستخدم ضد الشباب المتظاهرين والغاضبين على اقتحام مدينة نابلس. لكن كمية الجيش التي دخلت هذه المدينة من كل أطراف المحافظة هو دليل واضح على أن هذه الحكومة تحاول كما قلت أنها تفرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني. نحن الآن نتواجد على منطقة فيصل بمنطقة الدوار والمحيطة بالبلد القديمة، ولكن كما ألاحظ أن هناك العديد من قنابل الغاز والسامة والضارة باتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، تستخدم الطائرات، تستخدم السلاح، الرشاشات 800 و500 في البيت المحاصر، وكل ذلك هو نتيجة هذه الحكومة الإسرائيلية العنصرية التي تفرض أمر واقع على شعبنا الفلسطيني. سيد نصر، يعني أكثر من ساعتين من المداهمات، هل برأيك هذه المنطقة يعني تنتظر محاصرة منزل أم استهداف للمنطقة بأكملها؟ هو استهداف لكل مدينة نابلس. المدينة نابلس استباحت اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تستباح بالدبابات وبالجنود وبالطيران. كل السلاح الإسرائيلي يستخدم الآن في مدينة نابلس. نحن يعني نلاحظ أمامنا كمية كبيرة جدا من جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الدوار، الشيخ مسلم، سوق الذهب، المنطقة الشرقية، المجمع الشرقي، شارع فيصل، منطقة البلدية. كل هذه المنطقة الآن محاصرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتطلق النار بكل الاتجاهات، ليس فقط على منطقة محددة، لكن هناك تركيز على البيت المحاصر في البلد القديمة في داخل نابلس. طيب، في الشيخ مسلم. شكرا جزيلا لك سيد نصر أبو جيش، منسق لجنة تنسيق الفصائلي بنابلس.